سكان دوار الغمارسة ببلدية الحسافنة بولاية سعيدة تذمرهم الشديد جراء النقائص التي لا تزال تحاصرهم رغم نداءاتهم المتكررة والتي نغصت حياتهم اليومية، ويأتي في مقدمتها الوضعية الكارثية للطريق المؤدي إلى الدوار ومشكلة انعدام قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية والغاز الطبيعي. لاسينيزمو رانا مغبنا فيها بزاف بزاف، ومن بعد الغاز ومن بعد الطريق خلاص. مثال التلاميذ الصغار بالاخص التحضيري راه مغبنا، الصغار في المشله وما ينجموش يمشوا، والبرد والنو قايلوا برا. اناره اللي في الشارع ما عندناش في الليل، غاز خاصنا الروغارات، خاصنا الضوء تاع الفلاي تاع الدوار. الناس قاعدين لهم ضوء، حنا ما ديرولناش. الطريقه تشوف فيها الطريق قالوها جاية الله يعلم، الروقارات قالهم جايين الله يعلم، رانا غير نسمعوا فيهم. يكون تعب زوز راه مخصوصين مساكين، نهار تجي النو نهار تجي الثلج ما يشاوروش مساكين جديد. الصباح ترولي خطرات ما يجيش ما يجيهم ما يجيهمش بكري، يزرعكم الاساتذه يزرعكم معلمين شيق دباتهم مساكين بعاد على دائرة الحساسنا. خاصنا الضو خاصنا الروقارات، رانا مغبونين. بيني وبين الضو 100 متر راه ولا 150 متر راني قاعد بلا ضو. الطريق رانا مخصوصين، الغاز الرقاره كي تشوفي فينا راه في الارض ولا بالضبط راه فيه المطبخ نديك عندها وتشوفيها بيها بدجاجها برزقها مالها. راني قاعد على الظلمه، لا خدام لا والو. راني بالك في 15 عام غيجيبوا لي الضوء غير كل يوم، قال غدا يجي كل يوم، يقول لك راه جاي البيجي كل يوم. 18 واحد راه قاعده هنا بالضبط من ذا البني الجديد اللي راه خاصنا غاز، وخاصنا الغاز راه بعيد عنا بكيلومتر، والطريق ما كانش والروقالات المكاسر غاقل بزوز مرضو.